وكأنها محاولة شماتة من الذين حرموه الولاية الثالثة. هكذا ظهر موقف زعيم ائتلاف دولة القانون الذي عاد ليطرح نفسه مجددا كرجل الحلحلة بعد معايرة. يهاجم الرجل ضعف الكاظمي، لكنه في الوقت نفسه يتهم الكتل السياسية بإضعاف الحكومة. واقع العراق الآن، الدولة العراقية لا يسر صديق، وثانيا مفتوح على كثير من التداعيات الخطيرة، وثالثا لا توجد إلى الآن قدرة لدى الدولة لدى الحكومة أن تضبط الأوضاع، لأن القوى السياسية المؤتلفة المشتركة في هذه الحكومة كل منهم يريد أن ينتزع من الحكومة ما يريد. يبرر المالكي رغبته في العودة إلى السلطة بأنه البديل القادر على إدارة أزمات البلاد من خلال بوابة الانتخابات المقبلة، رغم معارضته لنظام الدوائر المتعددة وإشراف مجلس الأمن الدولي. إذا أقرت القوى وإذا أقر البرلمان وفق سياقاته الدستورية على أن يكلف المالكي بهذه، لن أتراجع عن التكليف في أشد الظروف صعوبة، ولكني لا أقاتل عليها. يتوقع المالكي تضاعف مقاعده على أساس مراجعات، يقول مصدر رفيع مقرب منه إنها غيرت هيكل القيادة في ائتلاف دولة القانون وجعلته يستبعد شخصيات ويستبدل أخرى لتكون أكثر انسجاما مع معيار جوهري وهو مدى الإيمان بالمالكي. غربلة على أساس الولاءات الشخصية تكررها القوى التقليدية لحماية نفسها من تداعيات التفكك الواقع أصلاً.